السلام عليكم. بعد زيارة اللي قام بها وزير الشباب والرياضة سيد عبد الحق صبقاق وكذا رئيس الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم إلى ملعب عنابة 19 ماي، ظهر أن الأشغال ما زالت يعني وتيرة بطيئة، ولازم إذا أردنا أن الأشغال تنتهي بهذا يعني الملعب لابد على استعمال نظام تروا فواويت، إذن تكثيف وتعزيز يعني العمال بفرق تخدم 24 ساعة على 24 ساعة، إذا أردنا أن ننتهي من الأشغال هذه حتى ولو ظهر يعني نوعا ما نوع من يعني التحسن في الأشغال على مستوى الملعب في قضية الأرضية نتاع الميدان، وكذا انتهاء من أشغال طالع العازل المائي في المدرجات، إلا أنه تبقى الأشغال الخارجية تبقى يعني فيه يعني الكمية تاع الأشغال كبيرة، تبقى يعني نوعا ما بطيئة يعني إذا نظرنا إلى المواعيد لديلي يعني نتاع الانتهاء من هذا الأشغال. إذا نتمنى إن شاء الله يكون فيه تدارك لهذا يعني الوتيرة نتاع الأشغال، والسلام عليكم.